بص يا ادم، انا هجيبها لك من الاخر. لن تفلحوا في هدم الاسلام وهدم الدين. ايوه بس مين اللي قال لحضرتك ان مفيش؟ بس انا بقول لك اهو، اقعدوا كده هاجموا الاسلام براحتكم، بس عمركم ما هتنالوا من الاسلام. الاسلام صامد رغم انوفكم ومش هتقدروا تهدموه. يا سيدي اسمعني هفهمك. ايه فايدة اللي بتعمله كل فيديوهاتك دي؟ مش هتقدر توقع الاسلام، كان غيرك اشطر. يا عمي انا مش هدفي اصلا اهدم الاسلام. قرون وقرون معرفوش يوقعوه، جاي انت دلوقتي فاكر نفسك هتهدم الاسلام؟ ممكن تهمد شوية وتسمعني عشان تفهم؟ اتفضل اتكلم. شوف يا سيدي، بس لن تستطيعوا هدم الدين برضو. واحد من اكتر التعليقات اللي بتجيلي على القناة بشكل دائم، اقعدوا كده هاجموا في الاسلام براحتكم، بس عمركم ما هتنالوا من الاسلام. الاسلام صامد رغم انوفكم ومش هتقدروا تهدموه. ايه فايدة اللي بتعمله كل فيديوهاتك دي؟ ها؟ مش هتقدر توقع الاسلام، كان غيرك اشطر. بس هو ليه حضرتك مفترض ان ده هدفي؟ ايوة يعني مين اللي قال لحضرتك ان انا هدفي ان اهدم الاسلام وبناء عليه هفشل في هدفي ده؟ طب خليني اصدمك الاول، ان انا وغيري مبدئيا نجحنا وبننجح كل يوم في هدفنا من قناتي والقنوات المماثلة، لان هدفنا مش هدم الاسلام والدين زي ما انت فاكر، وما هوش السبوبة على فكرة. محدش بيغامر باخرته وحياته الابدية عشان خاطر شوية فلوس. شغل مخك. في الفيديو ده انا هتكلم نيابة عن نفسي، ليه انا شخصيا بهاجم الدين وبهاجم الاسلام والمسيحية على حد سواء، وازاي الهجوم على الاديان مش هدفه بالضرورة هدمها، وازاي الهدف ده بالفعل نجح كتير على مدار السنوات الأخيرة. ولو اتفرجت على الفيديو ده لآخره هوضح لك ازاي فعلا الهدف ده بيتحقق رغم أنف الجميع. المشكلة تبدأ من الفرضية العبيطة اللي حضرتك حاططها في دماغك، ان انا بعمل كل ده وهدفي هو هدم الاسلام وهدم الدين ايا كان. لكن الحقيقة هذا لم يكن هدفي اطلاقا، لا قبل كده ولا بعد كده. امال انا هدفي ايه بالظبط؟ انا هدفي التشكيك في الاديان، والتشكيك القوي بالحجة والمنطق، التشكيك في الأديان وليس هدم الأديان. يا سلام يا نبيه، طب ما الاتنين واحد. ما انت لما تشكك في الدين يبقى هدفك هدم الدين. لا حضرتك الاتنين مش واحد، وخليني اوضح لك ليه الاتنين مش واحد. محدش يقدر يهدم الدين في عقول معتنقيه، لكن اللي اقدر اعمله اني اشكك فيه بحيث لا يصبح امر يقيني على الكل، يدفعه المعتنقين على غيرهم. التشكيك في الدين بحيث لا يصبح يقين هو ده الهدف، مش اني اهدم الدين تماما. طيب ليه التشكيك ده ضروري، وليه اصبح قضية يتبناها البعض وبيعملوا فيديوهات الى اخره؟ يا اخي انت مش الحت؟ خلاص خليك في حالك. انت الحت وتركت الدين، انت حر، بس خليك في نفسك بقى. ليه بقى عمال تجاهر وتعب نفسك فيديوهات وتشكك الناس في دينها، وتسمع بقى كل الكلام بتاع يا اخي لكم دينكم ولي دين؟ ما تعيش حياتك وتسيب الدين في حاله. حلو، نمسك بقى الموضوع من هنا. ما هو اصل حضرتك لو ان الدين فعلا في حاله كان اللا دين برضو هيبقى في حاله. لو هي العملية فعلا لكم دينكم ولي دين، ودينك ما بيأثرش على حياة الاخرين من اللا دينيين، ما كانش حد فينا طلع وجاهر واتكلم وعمل فيديوهات. لكن زي ما الاخ الكريم اسحاق نيوتن بيقول، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. لو كان الاسلام او المسيحية او الدين بتاعك في صدرك وفي مخدعك وبينك وبين ربنا، ما كانش حد طلع يشكك فيه ويطعن في مصداقيته. انا مالي اذا كنت بتتبع الحقيقة ولا وهم في دماغك، انت حر وانا مش محتاج اشكك في ايمانك. لكن المشكلة حضرتك تكمن في حاجتين. اولا ان انت بتحشر دينك في زور الاخرين وفي حياتهم، سواء وانت واخد بالك او وانت مش واخد بالك. وثانيا بقى، انت متأكد قوي وعلى يقين عجيب ان انت صح وانا غلط، وان انت اللي معاك الحق وانا على باطل، وان انت ليك الحق تتكلم وتعبر عن ما تعتقد به، وانا لازم اخرس ولا اعترض عليه. ومن هنا جاءت الضرورة الملحة ان يقف لك البعض ويقولوا لك معلش بقى، ما تبقاش على يقين قوي كده وواثق من نفسك، لان كتابك وعقيدتك اللي بتقحمهم في حياتي دول، واللي بتقنعني انهم الحكم والحكم الوحيد لحياتي، ممكن اتحاجج عليهم واثبت لك ان هم غلط، او على اقل تقدير مشكوك فيهم جدا، وما ينفعش تزقهم عليا كأنهم اليقين المطلق.
في الوقت ده لازم يطلع لك ناس وناس كتير تقولك اما انك تبطل تقنعني ان انت على يقين وان انا على باطل، يا اما مش هينفع اخرس واسكت وكاني بقولك مظبوط حضرتك انا على باطل انت صح وانا عبيط. لا حضرتك، دينك يمكن ان يشكك فيه بالحجة والمنطق، ويقينك ده يقينك لنفسك مش لكل الناس. وخليني اديلك 100 مثال على ارض الواقع انت ازاي بتحشر دينك في زور الاخرين وازاي دينك بيأثر على حياتهم بالسلب، ومع ذلك حضرتك بتطالب الملحد او اللا ديني انه يخرس ولا يجاهر، يتعذب في صمت ومش من حقه يعبر عن ارائه الالحادية. محتاج اوضح لك ليه الملحد او اللا ديني من حقه انه يتكلم ويجاهر بلا دينيته، وما ينفعش حضرتك تطالب باخراس اصواتهم بحجة ما تشككش غيرك. المسألة مش بس مسألة حرية رأي وحرية الحق في التعبير، لكن الموضوع له اسباب عديدة على ارض الواقع. يعني مثلا حضرتك يوم ما بتفكر ترتبط ولا عايز تتجوز بتدور على شريكة حياة عقلها يلائمك، وحضرتك بتدوري على راجل عقليته تناسبك، ولو انت مؤمن طبيعي انك بتدور على واحدة مؤمنة زيك. انما الشخص اللاديني او الملحد لو هيحط لامؤاخذة في بقه ويخرس زي ما انت بتحاول تخرسه عن المجاهرة بآرائه، عمره ما هيعرف يتلاقى مع العقليات المماثلة ليه. ما هو كائن مستتر بقى، كائن مستحي من افكاره، وكل شوية واحد او واحدة ملحدة يجيبوا لها عريس مسلم ولا مسيحي حسب دين العيلة مضطرة ترفضه. عقليات متنافرة حضرتك، وعادة الشخص الملحد او الشخصية الملحدة دي مش بيقدروا يواجهوا اهلهم بإلحادهم، وكلنا عارفين ليه. يا اما الاقصاء والرفض من طرف العيلة، يا اما هيجيبوا لك الشيخ الفلاني او القسيس العلاني علشان يقعد معاك ويقنعك، لكن انت كملحد مش مقتنع مش من حقك تجاهر وتتكلم. يا اما تقتنع بكلام الشيوخ او الكهنة، يا اما تخلي اللي في عقلك في عقلك وتخرس خالص. ولو حضرتك ملحد مش مجاهر او واحدة لا دينية مضطرة تصمت وتخلي افكارها لنفسها ويتوالى رفض الرجل المتدين مرة بعد التانية بدون ابداء اسباب واضحة، تبتدي العيلة تشك في شرفها. الله، البت ابتدت ترفض كل واحد يجي لها ومفيش سبب ظاهر مقنع، فتحوم حولها الشبهات. يا اما اخيرا تضطر ان هي تقول لهم انها مش مؤمنة بدينهم دوت وانها ترى انه وهم. ما هي بتتحط ما بين قاب قوسين، هيجيبوا لها بعد كده الشيخ الفلاني او القسيس العلاني عشان يقنعها، وهلم جرره في حلقة مفرغة. لا معلش بقى، انا الاوان ان انتوا تعرفوا ان في فئة في المجتمع لا تؤمن بهذا الهراء، وفئة مش قليلة. يا سيدي انت شايفه حق بين على عيني وعلى راسي، بس ما تزقش يقينك ده في حياتي وتقولي ان المفروض استحي واستتر. لا، من حقي اتحاجج واوضح افكاري واوضح انا ليه مش مقتنع باللي انت مقتنع بيه، ولو عايزني اسكت يبقى انت كمان تسكت. لما ابنك ولا بنتك تقولك انها لا دينية يبقى مالكش دعوة باختياراتهم، لكم دينكم ولي دين زي ما بتقول. الجملة دي تطبقها في الاتجاهين مش في اتجاه واحد، ولو انت من حقك تتكلم وتقنعني يبقى انا كمان من حقي اتكلم واقنعك بالعكس. ساعتها ما تقوليش ما تشككنيش في ايماني، خلاص يبقى انت كمان ارائك لنفسك. عايزني اسكت تسكت انت كمان، وما تحاولش تقنعني بايمانك. وهقولها لك تاني، أنا الأوان إن أنتوا تعرفوا إن في فئة في المجتمع غير مؤمنة بأي عقيدة، وعندها القدرة على الحوار وإقامة الحجة على ما تدعي أنت به بأنه يقين، فيا إما إحنا الاتنين نسكت يا إما إحنا الاتنين نتكلم. لما حضرتك تبقى مقتنع إن الصوم عبادة جميلة وتهذيب للنفس وتقرب للخالق على راسي من فوق، لكن تبص بصة متدنية لكل واحد بياكل او بيشرب في الشهر الكريم بتاعك وكأنه انسان فاسق ومخلوق متدني، يبقى معلش لازم نتكلم ونقول لحضرتك ان انا عندي اسبابي اللي تخليني مش مؤمن ومقتنع بالهراء بتاعك. انت عايز تصوم لربك صوم، لكن ما تبصريش انا بنظرة احتقار عشان انا مش مقتنع بدينك. لازم اتكلم، ولما اروح اطلع بطاقة شخصية واملى الاستمارة، ويبقى ما عنديش غير ان انا احط اما مسيحي او مسلم في البطاقة وتجبرني على ان انا استحي واستتر من اعلان هويتي، يبقى مضطر ان انا اتكلم. اقتنع بوجودي فقط، وساعتها مش ضروري نتحاجج، لكن هتجبرني على اعتناق ديانة من اتنين، يبقى انا مضطر اني اتناقش واوضح اسبابي القوية ليه انا مش مقتنع باي من الديانات، ولازم اتكلم. ولما نسمع عن سجن واحدة زي الناشطة التونسية أمنة الشرقي عشان كتبت ما يعرف بسورة الكورونا، يبقى لازم نتكلم. معلش، ما هو لما يبقى القرآن بنفسه
بيقيم تحدي زي فأتوا بصورة من مثله، وانت مؤمن وعلى يقين ان هذا التحدي انزله الله الخالق، ويجي حد ياخد هذا التحدي بعين الاعتبار ويكتب صورة شبه قرآنية، فتنزعج جدا ويتحكم عليها بالسجن بتهمة التحريض على الكراهية بين الأديان. ياه، للدرجة دي يقينكم هش لدرجة انكم تسجنوا امن الشرقي؟ يبقى معلش لازم نتكلم. لما واحدة مسيحية او واحدة لا دينية من خلفية مسيحية تبقى مش سعيدة في جوازها وتعيسة وعايزة تتطلق، فتروح المحكمة عشان تطلب الطلاق، تقوم المحكمة تقول لها طبقا للقانون المدني المصري المحكمة ما تقدرش تطلقك، لازم ترجعي للكنيسة علشان تبت في امرك، والكنيسة ترفض طلاقها لانه ضد الايمان المسيحي. يبقى لازم تتكلم وتقول انها لا دينية ولا تؤمن بهذا الهراء، الامر اللي سرعان ما بيحطها في دائرة الاقصاء والضغط المجتمعي وضغط من العيلة، ولازم تقعدي مع الاسقف الفلاني علشان يهديكي ويرجعك للمسيح وهلم جرى. يبقى معلش لازم نتكلم ونشكك ونوضح ان احنا عندنا منطق وحجج لماذا لا نؤمن بما تؤمنون انتم به. ولما يكون عندك شرط في الإسلام أن المرتد يستتاب ثلاثا، يبقى أنت بتجبره، ما ينفعش يقولك أنه مش مؤمن وخلاص ويصمت. تبقى للعقيدة الإسلامية لازم يستتاب، ومش هنخش هنا في مهاترات يقتل ولا ما يقتلش، والقانون اتغير النهاردة والمرتد لا يقتل، مش هنقعد نلف وندور في موضوع ما هواش موضوع الحلقة. وهكتفي بوضع رابط فتاوى إسلام ويب في المصادر تحت الفيديو للي بيحب يقاوح وخلاص. لكن الخلاصة على أرض الواقع النهاردة إن أي بني آدم هيقول إنه لا ديني أو يتصرف بشكل لا ديني ويتوقف عن الصيام والصلاة وما إلى ذلك، أهله لازم يقعدوه مع شيخ علشان يقنعوه ويرجعوه للإسلام. وإن لم يتب مش هقولك يقتل، وإن كان في بعض الدول بيحصل، لكن هقول إن على أقل تقدير بيتم إقصاؤه ورفضه من العيلة. فمعلش يبقى لازم نتكلم ونقول ان الناس دي ما فيهاش اي حاجة غلط، وان عندهم منطق وحجة، وان لزم الامر لابد ان يكون هناك حوار ومجاهرة، ولازم تعرفوا بهذه الفئة في المجتمع. يا اما تسيبوهم في حالهم بدون ان يمارس عليهم اي نوع من انواع الضغوط النفسية والاجتماعية قبل ما تحاولوا تكمموا افواه الملحدين. والامر على فكرة ليس هجوما على الاسلام فحسب ولا على المسيحية فحسب، بل على اي فكر عقائدي او ديني يعتقد نفسه على يقين ويقحم نفسه في حياة الاخرين. خد عندك شهود يهوى على سبيل المثال، وهم فئة ليست بقليلة في العالم والعالم العربي. لما يجي لي أب أو أم من شهود يهوى ابنهم مريض ومحتاج نقل دم، ويمنع نقل الدم لابنه عشان إيمانه أو عقيدته بتقوله إن نقل الدم حرام، يبقى معلش لازم نتكلم. نقل الدم حرام ده تقوله لنفسك، ما تنقلوش لنفسك، لكن ما تحرمش غيرك منه حتى ولو كان ابنك أو بنتك، ما تحرموش من متعة الحياة عشان حضرتك معتقد ان ربنا حرم نقل الدم. يبقى هنتكلم ونطلع نقول كتابك هراء وربنا ولا قال ولا حرم. لازم نتكلم. انت مشكلتك انك فاكر ان الملحد كل هدفه شرب الكحول وممارسة الجنس ونشر الفحشاء، لذلك هو يريد هدم الدين والنيل من الاسلام. ده مستوى عقليتك للأسف. لذلك تعمدت في كل الأمثلة اللي ضربتها أني لا أتعرض لأي أمور جنسية أو عاطفية القضية أبعد ما تكون عن ذلك. هدفنا واللي بيتحقق كل يوم رغم الأنوف أبداً لم يكن قضية هدم الإسلام أو أي دين كان. القضية قضية الحق بالمجاهرة والاستعلان، القضية قضية حرية تعبير وحرية رأي، القضية قضية أن من حقي أشكك وأعرض أسبابي وأقولك ما تبقاش على يقين قوي كده باللي بتدعوني ليه. يقينك لنفسك لكنه مش يقين على الكل أساسا. أنا لا هتكسف ولا هستتر ولا هتوارى وكأني عبيط فقد عقله، بالعكس أنا عندي حجة ومنطق قوي قادر على التحاجج والحوار والتشكيك. عشان كده أنتوا بتحاولوا تسكتوا هذه الأصوات، لأنها لو لم تكن أصوات قوية وعالية لما اكترثتم بها ولما أزعجتكم كثيرا لدرجة محاولة تكميم الأفواه. لو الأصوات دي فعلا مش تعباكم وحاسين إنها مجرد زوبعة في فنجان، ما كنتوش عملتوا حاجة اسمها قانون ازدراء الأديان لإخراس الأصوات العالية. الخلاصة إنك لو أردت الملحد أو اللاديني أن يصمت ولا يشكك الآخرين في إيمانهم، عليكم أنتم أيضا بالصمت وبدون ممارسة أي ضغوط نفسية أو اجتماعية أو قانونية على هذه الفئة، وكل واحد بقى يخلي إيمانه أو معتقده أو أفكاره في دماغه، لكن ده أمر مستحيل ولن يحدث. عشان كده المعضلة دي ملهاش غير حل واحد فقط، هو الآتي: سواء حضرتك مسلم أو مسيحي أو ملحد أو أيا كانت ملتك، يبقى لنا الحق المتساوي بالمجاهرة والاستعلان، الحق المتساوي بحرية الرأي وحرية التعبير.